الوطن هو الحنين، هو الوطن. ثمة أشياء لا يمكن تعريفها بالمفهوم العلمي القاطع، ثمة أشياء يمكن أن توصف، يمكن أن تدرك، يمكن أن تحس، يمكن أن يشعر بها، لكن يصعب إطلاقا تعريفه. الوطن هو الروح. وعندما نقول كلمة الروح فهذا يعني كل الأشياء، كل الأزمة، كل الأماكن. الوطن ليس هو مكان محدد للعيش. الوطن هو الروح الباصرة للإنسان، والمكان والزمان هو كل شيء بالنسبة للإنسان، لذاته الإنسانية، لمكانه الإنساني، لزمانه الإنساني، لعيشه الإنساني. إذا سلبنا من الإنسان وطنه فقد قضينا على الإنسان موتاً لا يمكن أن يوصف في بشاعته وفي ظلامه وفي نهايته القاتلة. حب الوطن والتعلق به والعيش فيه يجب أن لا يعني أن لا يكون أمرا سهلا، مهما يجب أن يكون في الإنسان شيئا طبيعيا، مهما تعرض الإنسان للعقبات، للصعوبات، للموانع، لكل ما يمكن أن يعيق الالتصاق بالوطن. لا يمكن الفصل بين الإنسان ووطنه حتى وإن بعد عنه مكانا، لأن الوطن يعيش في داخل الإنسان ولا يعيش الإنسان داخل الوطن. الوطن في قلب وفي ضمير وفي كل إنسان، لأن الوطن هو روح الإنسان، لأن الوطن هو روح الإنسان. سقارب الموصل الحدباء من بلد، سقارب الموصل الحدباء من بلد، جودا من المزن يا عيني، جودا من المزن يحكي جود أملي. أنا من مدينة الموصل في العراق، ولدت في ما كانت وما تزال تسمى مدينة اسمها المنصور، وهي مدينة جميلة جدا ومنظمة ومرتبة، ومدينة حضارية بمعنى كلمة حضارية. فيها كل شيء، فيها الشوارع مصنفة، تصنيف البيوت منظمة، مبنية بطراز يعني حضاري معاصر وحديث. فيها من المدارس، من الملاعب، من البريد الخاص، حتى مؤسسة بريد خاصة كان لهذه المدينة. ونشأنا، أنا ولدت في المنصور، في مدينة المنصور، ولا أستطيع أن أقول حي لأنه ليست هي حي صغير، إنما هي مدينة كان سكانها يزيد عددهم على 4000 إلى 5000 عائلة. وطبعا هي مدينة عمالية نشأت وبنيت هذه المدينة التصاقا بمعمل الغزل والنسيج
في الموصل. سلام الله على الموصل وهلها وهلها، أهلها كرام أهلها كرام، ما بيهم رديا. طبعا درست في مدارسها، وهي كانت مدارس يعني نموذجية، وكانت مدينة حية بكل، مع الأسف الشديد نحن نقول هذه، بكل الأطياف العراقية. هي يعني هذا كلام يعني مع الأسف صرنا نستخدمه، ولم نكن يعني نحس به. كنا في المدينة لا نفرق بين بعضنا البعض على أي أساس من الأسس والهويات. مدينة كانت متداخلة جدا، يحكمها يعني المحبة والإلفة والتعاون والتعايش اللطيف جدا. وخرج من هذه المدينة يعني مبدعون كثيرون، وعلى كل مختلف المستويات، على مستوى الرياضة خرج منها، وعلى مستوى الشعر، وعلى مستوى الإبداع، وعلى مستوى الرسم، وعلى مستوى الخط، وعلى مختلف المستويات. وبعض علماء كثيرين خرجوا من هذه المنطقة المدينة، وما يزال هناك الكثير منهم يعني داخل العراق وخارج العراق يقدمون، وهم قامات حقيقية يعني، وقامات كبيرة في مجالات الإبداع المختلفة. أرض يحن إليها من يفارقها ويحمد العيش فيها من يدانيها. يا موال المنصور بالذات مدينة مكافحة، لأنه أغلب العوائل هي عوائل فقيرة عمالية، عوائل فقيرة عمالية كانت تعمل بجد من أجل أن يدرس أبنائها، من أجل أن يتقدم أبنائها. ولهذا خرج منها مثلا رياضيين محترمين، خرج منها شعراء محترمين، خرج منها خطاطون محترمون، خرج منها رسامون محترمون، وخرج منها يعني قامات كثيرة في مختلف مجالات الإبداع والصناعة والتطوير أيضا. يا عيني أرض يحن إليها من يفارقها ويحمد العيش فيها من يدانيها. أنا تعلمت القراءة والكتابة في هذه المدينة قبل المدرسة، قبل أن أدخل المدرسة، وكان سبب التعليم الأساسي لي للقراءة والكتابة والمطالعة هو ارتيادي يعني اليومي صباحا إلى المسجد، إلى مسجد المدينة، وارتيادي مساء ويعني بعد العصر إلى كنيسة المدينة. فهذه نمت لدينا في مكتبتين هاتين المؤسستين المدنيتين، تنمت لدينا المطالعة والقراءة وحب، وتعلمت القراءة والكتابة قبل أن أدخل، وأنا قبل أن أدخل المدرسة. فالآن لو أذهب إلى المنصور سأتجول في شوارعها، طبعا شوارعها يعني ما الآن نعد شوارع يعني فارهة، هي كان فيها الشوارع الفارهة، فيها الحدائق، فيها ملاعب، فيها ملعب لكرة القدم كبير جدا، كنا نلعب فيها، حدائق يعني زاهرة، فيها يعني أنا هذه المدينة يعني ارتبطت بنشأتي الأولى حتى غادرتها في عام 1980. أكثر موقف يعني عند التودية هو عندما ودعت أصدقائي. فأنا لي أصدقاء يعني حميمين، وكنا وهذه الصداقة الحميمية نشأت بين
مجموعة من الأصدقاء منذ نشأتنا في مدينة المنصور، فكنا يعني لم نكن يعني كنا نلعب بشكل جزئي، ولكن كانت ارتباطاتنا الوجدانية والاهتمامات الأدبية والعلمية أكثر، كانت هذا رابط كان أكثر. لكن عندما ودعتهم، أنا أذكر كان يوم كانت ساعة ما بعد العصر، فودعتهم يعني هما البعض لامني على أنه أنت ستغادر العراق، يعني سيكون هذا ربما يكون هذا فراق يعني بيننا. وآخرين قالوا، بعض الأصدقاء، كنا طبعا في جلسة يعني جلسة كنا نجلسها دائما، فأنه أنا لازم أغادر حتى يعني كان هذا أشد يعني، أو عندما ودعت أصدقائي الذين الآن تواصل معهم، ولكن يعني الآن يقولون لي أنه حقك أنت يعني غادرت، كان هذا قرارك قرار يعني جريء وصحيح. أريد 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 أسكب دمع عيني وهلها وهلها وشم تراب هالطيب يا عيني. أنا عملت في بغداد فترة من الزمن، لكن أخيراً كانت فترة عملي الأخيرة هي في الموصل، عندما كنت في يعني مديراً لأوقاف مدينة الموصل محافظة نينوى ككل، وغادرت من الموصل فودعت بيتي الذي هو في الموصل الجديدة. أيامها لم تكن الموصل الجديدة، أيام المنصور لم تكن الموصل الجديدة، فأنا انتقلت من مدينة المنصور إلى الموصل الجديد. خروجي من العراق ليس تحت يعني ضغط مباشر بأسباب ضيقة كما يعني يمكن أن تفهم، لكن أنا كنت يعني أيضا كثير السفر والتردد بالذات على الأردن، لأنه أنا يعني أحب الأردن ومتعلق بالأردن، وتعود علاقتي بالأردن إلى عام 1980، وأول سفرتي إلى خارج العراق كانت إلى الأردن، فيعني عشقت الأردن وما زلت، وأنا متاح لي أمام، أنا سافر كثيرا على يعني أنحاء مختلفة، لكن إلى أنحاء مختلفة، لكن يبقى عندما أكون خارج الأردن كأنه لابد من أن أرجع إلى عمان، يعني أريد أن أحاول العودة السريعة إلى عمان. أنا أعمل منذ عام 2005
في كلية الفنون والعمارة الإسلامية، كانت في جامعة البلقاء التطبيقية، ثم انتقلت هذه الكلية إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية. باشرت عملي في هذه الكلية محاضراً متفرغاً، ثم أصبحت رئيساً للقسم الأكاديمي، ثم منذ 6 سنوات أصبحت بفضل الله سبحانه وتعالى عميداً للكلية، وما زلت في مكاني هذا. قبل أن نأتي إلى القرآن الكريم والمصحف الشريف، الخط هو محور وأصل الفنون الإسلامية كلها، وهذا الأصل مرتبط بهذا أصل فرعي، أو كما يقول المناطق متفرع على ذاته، هذا متفرع على أصل كبير لكل العلوم والمعارف والآداب والصناعات الإسلامية، وهو المصدر الأول والأصل الأول لكل هذه المعرفة الإسلامية هو القرآن الكريم. أول ما يمكن أن نقول أنه هو أن العلم الأول الذي نشأ عن القرآن الكريم، أو الفن الأول الذي نشأ عن القرآن الكريم، هو الخط. الخط هو ليس علم وليس فن وليس صناعة، هو كل هذه الأشياء، هو علم وصناعة وفن. ارتبط بالقرآن الكريم كيف؟ لأنه هو كان أول ما يمكن أن نعد أول أعمال الفن الإسلامي هو المصحف الشريف. المصحف الشريف أنشئ على أسس وآداب جمالية وفنية محضة، لأن صحة النص القرآني وحسن رسمه وحسن ضبطه وحسن خطه كانت هاي المعايير الأساسية الأولى التي صدر عنها المصحف الشريف. المخطوطات بشكل عام هناك يعني مدرستان لدراسة المخطوطات، المدرسة الألمانية التي تركز على النص وتحقيق النص وإظهار المؤلف من خلال النص، من خلال ضبط النص وتحقيقه والتعليق عليه، والمدرسة الثانية هي يمكن أن نسميها المدرسة الفرنسية التي تركز على يعني صورة الكتاب الجرمية، اللي هي كيف المخطوط يتألف من ورق وحبر ومواد أخرى هي تحمل النص، حاملة للنص. لكن لو ندقق في يعني خلينا نقول المدرسة، ما يمكن أن نسميها المدرسة العربية الإسلامية، سنجد أنها تركز على صورة الكتاب، سواء كان هذا الكتاب مؤلفا في نص، أو من خلال صورة النص، أو مخطوطا في ورق. العودة إلى الوطن لم تغادرني ولم تسكت عن ضجيجها، خلينا نقول، في يوم من الأيام وأنا في الغربة، وكنت كل ما يعني أسافر، وحتى أنا هون في الأردن أتألم على واقع المرارة والحزن والألم
الذي يمكن أن يعيشه أصدقائنا وأحبابنا وأهلنا في العراق. أنا أتمنى يعني يوما قبل آخر، ساعة قبل أخرى، بأن يعني أعود إلى البلد، وأنا ما زلت أحتفظ في بكل ببيتي بمكتبتي بكل بأماكن يعني عملي باستراحاتي بكل كل ما يتعلق بحياتي قبل سفري من العراق، لأنه العودة إلى العراق قرار لا رجعة عنه في يوم من الأيام إن شاء الله. العودة إلى العراق قرار لا رجعة عنه في يوم من الأيام. إحنا ينبغي أن نؤمن بأن لا يصح إلا الصحيح. ما حصل لبلدنا العراق هو الظلم بمختلف الأشكال التي يمكن أن تتصور وبمختلف المفاهيم التي يمكن أن تفهم، لكن هذا الظلم لن يدوم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق العدل. لابد في يوم من الأيام أن تنكشف هذه الغمة. كن على ثقة، كل ما حصل في العراق وليس أكثر من يعني غيمة عابرة إن شاء الله، غيمة عابرة إن شاء الله، غيمة عابرة إن شاء الله. وأقول لك بيقين بيقين أن العراق سيعود أفضل مما كان. لماذا؟ لأن العراق تعرض عبر التاريخ، وهذا يعني هذا قانون تاريخي، تعرض لاحتلالات أشنع مما تعرض له الآن. يعني هي مشكلة العراق الآن هي في النتوءات غير الطبيعية التي ظهر التي طافت على سطح الدولة العراقية وعلى سطح المجتمع العراقي، وهذه في يوم من الأيام ستزول إن شاء الله. يعني أرض يحن إليها من يفارقها ويحمد العيش فيها من يدانيها. لا يمكن، لا يمكن أن تجد بديلا عن الوطن إطلاقا. الوطن هو ليس أن نعيش فقط، الوطن هو الروح التي نحيا بها، ويجب أن تكون هذه الروح وهذه النفس راضية مرضية أينما تكون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني في رضا كبير منه تعالى. سلام الله على الموصل وهلها عندي وطن هو العراق، هو العراق.